بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم جديدة. سوف ندلف أكثر وأكثر من الوعد الحق. ما زلنا مع أول المنازل، الجزء الثالث. نتحدث الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعلم فضيلتكم حول عذاب القبر ونعيمه وإثبات ذلك من القرآن والسنة و موجبات عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر ان شاء الله. اللهم نجنا واياكم والمستمعين جميعا يا رب. مرحبا بفضيلتكم فضيله الشيخ مره ثانيه. واليوم نتحدث عن اول المنازل، الجزء الثالث فيها، وهي عذاب القبر. قبل ان ندلف الى القضيه، يطيب لنا، هنالك من ينكر هذه القضيه برمتها، فكيف نرد عليه ونثبت عذاب القبر او نعيم القبر ايضا للصالح والطالح؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيين. وحيان على النبي. نعم. وحيان. الكتاب والحكمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. السنة المفسرة لكتاب الله. نعم. يعني الله عز وجل أمرني وأمرنا الجميع بالصلاة، أقيموا الصلاة. لكن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح 2، هذا ما عرفناه إلا من فم الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة، ما عرفنا الأنصبة 2.5% وهذه 5% وهذه 10% وهذه 20%، فما عرفناها إلا من الحكمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وحي يوحى، والحكمة للأنبياء وحي. نعم، يعني مهم الرسالة المحمدية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي ورد منه، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني فما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه يعني إذن مسلمات يرضى عنكم يا رب. لما تقرأ مثلا في أول سورة في أول نص من سورة الأنعام، نعم، لكي نقول للناس أنه ورد في الكتاب والسنة أن عذاب القبر ونعيمه واردان، كلاهما وارد. نعم. في الكتاب والسنة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. اليوم، ما اليوم؟ في القبر، يوم الوفاة. اليوم ويرد ان سبحانه بما يعني عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يعني بما كانوا يقولون على الله غير الحق، اليوم الملائكه وهي تنزع الروح تقول للمتوفى هذا الذي اجرم في حق، لا، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذا نص واضح المعارف. اليوم، سبحان الله. الامر الثاني كما وضحنا من قبل عن فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يوم القيامة خاص بيوم القيامة، ويوم القيامة مرحلة أخرى. صحيح. يبقى النار يعرضون عليه، يبقى هو روضة أو حفرة. تمام. طيب. النص الثالث، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة.
العذاب الأدنى هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر عذاب القيامة. نعم هذا نص. نعم سبحانه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون عذاب يوم القيامة. سورة الطور على أساس ما قبلها كان يتكلم عن الآخرة. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. نعم. سورة الطور ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه نصوص قرآنية واضحة الدلالة على عذاب القبر. بعدين سنعذبهم مرتين. ثم يردون إلى عذاب. بلا شك. بلا شك. سنعذبهم مرتين. مرتين بل بالقبر. نفس القضية. الدنيا القبر. ثم يردون إلى عذاب العذاب الأساسي. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. تعال إلى. من السنة. تعال إلى السنة. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر. أو استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا نص في البخاري. نعم. عندك بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. هذا أيضا نص. يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقوء على قبرين يقول يعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. هذا نص صحيح. وقطع قسم الجريدة هكذا ووضعها قال لعل الله أن يخفف عنهما من عذاب القبر ما لم ييبسه يعني ما لم تجف هذه الجريدة الخضراء. نعم. يسير بجوار عبد الرحمن بن عوف جنب قبر قال أفن لك أفن لك قال ابن عوف ألي يا رسول الله قال لا لصاحب هذا القبر لو رأيته وقد اشتعل عليه القبر نارا من أجل شملة قد غلها دون وجه حق. من أجل شملة قد غلها شال أو يعني قطعة قماش حطه سبحان الله غلها. وكان هذا جندي في المعركة وهذا من حقه لكنه أخذها بدون إذن القائد فاشتعل عليه القبر نارا. سبحان الله. هذه كلها نصوص تثبت عذاب القبر. من أجل شملة قد غلها دون وجه حق. غلها بمعنى اغتصبها. سرقها. هذا سرق الله يرضى عليه. هدايا العمال غلول. تقول له صاحبها والعياذ بالله في, في النار والعياذ بالله. هذه نصوص تثبت عذاب القبر واضحة المعالم. لا نصوص في نعيم القبر. في نصوص في نعيم القبر سوف نأتي لمنجيات عذاب القبر. هذه نصوص في نعيم. هذا عذاب القبر هو العذاب الأدنى. يعني أقل من عذاب يوم القيامة أم هو صور منه؟ أقل يعني ليس هو عذاب يوم القيامة. لا 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 مختلف. لا. عذاب يوم القيامة شيء والعياذ بالله نسأل الله أن يجيرنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر. لا أود أن أصل مثلا من يعذب بشيء في القبر يعذب به يعني مثلا ذكرنا في الحلقة الفائتة الكذاب كان يدخل الملك كلوبا في, في 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 يعذب في القبر ويعذب في الآخرة وهذا نفس عذابه في الآخرة. في ذنوب تعذب يعذب صاحبها في القبر فقط وفي ذنوب يعذب في القبر وفي الآخرة. يعني هذا الذي كان لا يستبرئ من بوله عذابه مستمر في القبر وفي الآخرة. لماذا؟ لأن صلاته كلها باطلة. لا صورة العذاب فضيلة الشيخ صورة العذاب نفسها صورة العذاب هي في القبر هي في الآخرة أم تتغير في الآخرة؟ والعياذ بالله أشد. الآخرة أشد. هذه صورة مصغرة من عذاب النار ولكنها هي يعني نفس الصورة. نفس الكلوب نفس الحرق نفس كذا بشكلية وبطريقة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. إذا عذاب القبر لا يسقط عذاب الآخرة؟ لا 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 يسقط. إلا بعضا من المسلمين الذين جعل الله فتنتهم في عذاب القبر فجعل بقية ذنوبه أن يعني قال صلى الله عليه وسلم جل عذاب أمتي في قبورها. جل عذاب أمتي في قبورها. نعم. بمعنى يعني أغلب عذاب الأمة أمة الإسلام يعني نعم. المسلمين داخل القبر وينتهي الأمر على هذا الفضل ولا نعذب في يوم القيامة بفضل الله لبعض الناس الذين عليهم بعض التبعات. يعني هذا يجعلنا نسأل سؤال هل عذاب القبر ينقص من الذنوب؟ مسألة ينقص هي هو عليه عذاب معين نتيجة كسله أو تكاسله عن بعض الطاعات المعينة أو اكتسابه بعض الأثام المعينة فيأخذ عذاب في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لا يعذب مرة وخلاص يخرج يوم القيامة طاهرا. في بعض الناس هكذا جل هذه بشرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال أسألك أنا سؤال بوجه آخر هل يعذب الكافر في القبر؟ هذه يعني تزول الإشكالية هنا. الكفار والأمم السابقة الله عز وجل لما كان ينتقم منهم والعياذ بالله أو يعذبهم يعذب عذاب كوني بطوفان سبحان الله
هذا منع بنزول النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام هذا. نعم. وظل ايه؟ وظل يعني بقيه امه محمد تعذب في قبورها فقط. اما الاخر فهو عذاب مستمر والعياذ بالله رب العالمين في القبر وما بعد القبر، لانها مرحله تعذيب منذ وهو في حياته. منذ موته. وهو في حياته بالظبط. وهو في حياته بالظبط والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلام. يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الاخره. الا فئه مخصصه الا عند بعض الناس. نعم. نعم. ولا يخفف من السيئات. شوف محمد ابن احنا القضيه لا نهتم بهذا. احنا نهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر. صح. سناتي. ولكن نود ان نستجلي وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه. نعم. كيف تحدثت في هذه. نعم. نعم. في عالم البرزخ هل تتلاقى الارواح؟ اولا يعني اخص لك كيف تتلاقى الارواح بين الاموات بعضهم مع بعض وبين الاموات مع الاحياء. يعني يعني المتوفى هل هو يشعر ان محمد خالد يحدث الشيخ الان يعني هذا امر. ثم ثم ان هل المتوفى يلتقي بالمتوفى ومن يلتقي ومن لا يلتقي. نقص بعض ما صدق. ما ورد عبد ابو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم. كان كل دعاء يقول اللهم لا تجعلني اعمل عملا اخزى به امام ابن خالي عبد الله بن ابي رواحه. ده من رواحه شهيد موت. نعم. ام الدرداء تعجب تقول يا ابا الدرداء في كل صلاه اسمعك تقول هذا الدعاء. قال يا ام الدرداء ان الميت لا يخزى بعمل الحي. الله اكبر. اثبت هذا رواحه نفسه ابن عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنهما. رواحه قال كلما صنعت خيرا وجدت ابي مبتسما في الرؤيا. يقول جزاك الله خيرا يا بني لقد شرفتني بين اهل القبور اليوم. ادي ابنه ولدي يصلي يصوم يحفظ القران مستقيم. واذا صدرت مني هنا يعني شيء بسيط خالص كده رايت ابي في الرؤيا عاضا على اصبعه. يقول يا بني اخزيتني بين اهل القبور والله لم استطع ان اقابل اخواني اليوم. هذا امر. اثنان من كبار الصحابه عوف بن مالك والصعب بن جسامه تعاهدا كانوا متاخرين في الله. كان واحد من انصاري واحد من المهاجرين. فتعاهدا قال له اللي يموت قبل الثاني وان كان في مقدره انه يجيله ويطمنه يبقى خير. مات الصعب بن جسامه فجاءه اخوه بعد سنة قال يا صاحب انتظرك منذ عام. قال ان الامر ليس بايدينا ان ارواحنا بيد الله ان شاء اطلقها وان شاء مسكها زي النوم بالضبط. نعم. زي النوم بالضبط. قال هل تشعرون بنا؟ قال بلى. نعم. قال وما الدليل؟ فقال فنظرت فاذا بقعة سوداء في رقبته يعني يبدو ان شكلها مش مريح. فاخذ عوف قال ما هذه؟ قال دناني عشرة دنانير لجار اليهودي كانت دينا وكنت انوي ان اسددها له فقبضت ليلتها. الله اكبر. قال وهل يدري ابناؤك بهذا؟ قال كلا انما هي اذا زرتني في بيتي سوف تجدها في الطاقة الفلانية فوقها حجر. قال له هل تشعر بأبنائك؟ قال نعم لقد ذهبوا إلى جدهم في قبيلة كذا فغابت القطة فظنوا أن الجيران قد سرقوها. الجيران اليهود سرقوا القطة ولكن القطة ماتت ومحشورة في المكان الفلاني في البيت. وابنتي الصغرى عندها 6 سنوات أصابتها الحمى وسوف تحل عندنا بعد 6 أيام. عوف الملك صحي من اول الصحابه. عوف الملك صحي من النوم وذهب واخذ زوجته طبعا وراحوا يزوروا الارمله ام زوجه اخيه. اول ما شافتهم بكت. هكذا يصنع الاخوان بابناء اخوانهم بعد الموت. عتبت يعني. كيف حالك؟ بخير حال الحمد لله. قال اتاذنين لي ان ارى هذا الذي في هذا الطاق الفتحه دي الطاقه للشباك هذا الصغير؟ رفع الحجر لقى 10 دنانير موضوعين في الكيس. اخذهم وراح طرق على جار اليهودي. قال له خذ هذا دين الصعب عندك.
قال ما الذي أدرك؟ قال جاءني في الرؤية. قال الذي بعث موسى بالحق نبيا ما يدري بهذا إلا أنا. قال الله قد جاء فخبرني خذ هذه لقد حبسته في 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 في, في, في قبره سنة. والقطة طلعت مضبوط الموضوع. بأين البنت فلانة؟ تلعب تعارف فوضع يدها على فوجدها أصابتها الحمى. قال اصبري واحتسب. وقالت يا رجل جئت لتزورنا أم جئت لتعزينا؟ فانتظر. في اليوم السادس حلت البنت عند أبيها. هذا لقاء الأموات بالأحياء هذا وارد. نعم يعني والقصص كثير. صحيح لقاء الأموات بالأموات الأرواح نفسها. ولكن معذرة في لقاء الأموات بالأحياء مسألة علم الغيب. يعني هو ربما يعلم أنه الأموال في كذا لأنه وضعها. نعم. أما يعني أما ابنته ستتوفى بعد هو ستة. هو صار ميتا. فعلم الغيب عنده ليس عنده زمن. والزمن لا ينفعه. يعني يعلم الغيب الخاص به. يعني وهذا لا ينفعه. هذا لا ينفعه لا في كثير ولا قليل. لكن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأنا على قيد الحياة. أنا أتحدث تحديدا في موضوع ابنته. نعم. كيف علم أنها ستذهب إليه بعد ستة أيام؟ يعني ربما يعني هذا من علم الله عز وجل. نعم. يعلم الأرواح؟ هذا طبعا الأرواح خلاص انطلقت من الجسم المعتل. أنت إذا شفت روحك تقع الرؤية عندك فرق الصبح. كما كان الصحابة. سبحان الله. الروح تخف. إيه اللي يخلي الروح لا ترى؟ ها؟ الجزء المعتل من اللي فيها. الدخن. لا يا ريت الدخن ده مش دخن وبس. الجزء الشديد الظلمة اللي هو الجزء الترابي الإهاب الترابي حجز الإهاب النوراني. فلما شف وتخلص الإهاب النوراني من الإهاب أو من الجلد الترابي الإهاب الترابي خلاص رأى ما لا يرى الإنسان. يعني بهذا المنطق. نعم. يعني. نعم. نعم. تواصل أرواح الموتى مع بعضهم البعض. الموتى مع بعض يجتمعون كما نجتمع نحن. اين في عالم الارواح اين الله اعلم لكن يجتمعوا كل ليله مثلا في 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 روضه في روضات في خير لانه اصلا في روضه سواء خير او شر لا. لا 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 الصالح فقط المؤمنون فقط هم الذين يجتمعوا اما الاخر فمشغول بامه الهاويه كما قلنا هو واحد خلاص منفرد والعياذ بالله وحده كما يعيش الغرب الان كل واحد جزيره منعزله لكن المؤمنون كما كانوا يجتمعون في صلوات الجماعه في المناسبات في الاعياد في الجنائز في الولائم في الخير في مجلس العلم في المحبة في إغاثة المنكوبين كل ده في العقيقة في الوكيرة في الوليمة فربنا يجمعهم لا يمنعهم. نعم. حتى في الجنة نفس القضية هيجتمعوا بنفس القضية. صحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. بلى. إذن تتلاقى. تتلاقى طبعا. تتلاقى الأرواح. نعم. نعم. هذه الأرواح التي تتلاقى بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأموات هل تموت الأرواح كما تموت الأبدان؟ طبعا العلماء على رأيين في هذه المسألة أن كل نفس ذائقة الموت ولا بد أن الروح تموت. كل نفس مقصود بها الأرواح؟ الروح مع الجسد. النفس الروح مع الجسد. يا أيها النفس المطمئنة أخرج اقتلوا أنفسكم يعني ارجع إلى فالنفس تطلق على كليهما لكن نعم. لكن لكن الروح لما بتنطلق من الـ من الـ من الجسد نعم هذه هي حالة موت للجسد يبقى كده خلاص ماتت. ما هو الروح مع الجسد الروح مع الجسد فانفصلت عنه انفصلت عن ما قيمة الجسد لا شيء خلاص يبقى الموت حدث للايه للجسد الجسد المتحرك صحيح لكن الروح من امر ربي فيتطير في الملكوت وان زي بالضبط ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون خلاص لا تظن انهم ايه وايه الفرحين فرحين بما اتاهم يبقى اذا بيفرح هو هذا للارواح ام الارواح الابدان لانه الشهداء لهم حاله خاصه والارواح تعيش عند الله عز وجل الارواح تعيش اما منعمه او معذبه لكن البدن هو الذي قضي عليه بالموت الابدان قضيت عليها بالموت لكن الروح تعيش عند الله عز وجل واذا تفسير قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت. الموت نعم يبقى خاص بالبدن تمام بالبدن الارواح لا تموت طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح أم على الجسد أم على كليهما؟ على الروح لأن الجسد لا قيمة له الجسد زي ما أنت ذكرت من قبل تفتت جسد إنسان في طائرة في قنبلة في زلزال ما قيمة الجسد الجسد بعد مدة طب الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب أقول لك شيء
ايه اللي يحصل للجسد نفسه بقى؟ تعالى انت جيت لحته مهمه. نعم. الجسد احنا سبناه ومشينا. طيب. بعد 4 أيام يتحلل. لا. تسيل الحدقتان الاول. العين دي المائيه تسيل. نعم. خلاص. بعد 11 يوما تظهر بقع بنيه على الجسم وداكن على الجسم. بعد 2 أسبوع يبدا انتفاخ الجسم. بعد 2 أسبوع تظهر ديدان لا يعلم عددها الا الله من اين تظهر هذه الديدان. تبدا في اكل اللحم. نعم. فلا يبقى منه الا العظم. الذنب. عجب الذنب. عجب الذنب اخر العصعص خلاص. نعم. بعد ما تنتهي الديدان من اكل الجسد تاكل بعضها بعض. ياكل بعضها وتختفي. تمام. طيب الاغرب من الخيال، هذا متوفى عادي وهذا شهيد في قبر واحد، الديدان تاكل هذا وديدان لا تقترب من هذا، من الذي اعلم الديدان ان هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟ الله. ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في 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 القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى ببرق السيوف حوله فتنه. انت عايز يفتن مرتين؟ هو فتن لما شاف السيف مات. شاف برق السيف، الموضوع مرعب مرعب. مش الراجل لما حفروا له الكفن امام الامير وشهروا السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. على ده شيء يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد واسمه احمد يقول اسمي محمود او يعني ما لا اسم لي. صحيح. فالقضيه ان 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 القبر، القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد فيستثنى منه الشهيد. طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا 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 ياتي ملكان فيجلسانه، يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس، ليس هنا عذاب الا على في الاول، هذا يجلس في السؤال، في السؤال مش بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم، يحدث لكن على الروح. تماما قولا واحدا. نعم ان شاء الله. طب معذرة يعني ربما يتساءل بعض المشاهدين وانا منهم، من اين عرفتم انه تسيل الحدقه العين وتظهر بقع بنيه داكنه وينتفخ الجسد وياتي الدود وياكل؟ علماء البيولوجي، علماء الاحياء قالوا هذا. مثلا اي عالم في تشريح عالم هيقول لك نفس التعبير. تركوا جثة ام ده في القبر، نصف حاله في القبر على خاصه في القبر. سبحان الله نفس القضيه، ما هم متخيلين الجسد يعني علميا اين يذهب؟ علميا بالتحليل العلمي. هذا تحليل علمي. لم يرد في اثر او لا لا تحليل علمي. تحليل علمي من مشاهدات، مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا. نعم. طب الأعمال الصالحة التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله أكبر. يأتي الملكان لحسابه فتقف الصلاة عند رأسه. الصلاة التي كان يصليها. لا أوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحاج عنه. جميل. روح ونحت فمه. يأتي القرآن يقول لا لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا أوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة، لا أوتى من قبلي. يروح عن يساره يجي الحج، لا أوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال، هذه الحراسة. هات أنت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر. صحيح. انقطع عمله الا من 3. هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا. هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو يعني الصلاه عند الراس؟ نعم نعم، يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم ان الاعمال الصالحه تدافع وتذود عنه، لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. هذه من يعني من الاشياء التي يجب ان يراعيها الانسان. فلنكثر من هذه الاعمال بلا شك، بلا شك. وهذا هو المطلوب من كلام عن الوعد الحق. يعني انا صحيح. انا ما زلت اخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضيلتك. لان انت عندما تبكي ويبكي المشاهدون طبعا مش هنكمل كده، احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا باذن الله. طيب.
طب يعني معذرة نعود بعد الأعمال الصالحة إلى عذاب القبر مرة أخرى. نعم. ما هي موجبات عذاب القبر؟ كم موجبة موجبات عذاب القبر؟ أنا جمعت تقريبا من الأحاديث ما يربو على 35 يعني عذابا من نوع من العذاب. تعالوا ما هي الموجبات؟ أول شيء كما قلنا الأربعة التي ذكرنا من قبل اللي هو في الحلقة السابقة، الكذاب والذي لا يعمل بكتاب الله، وبعدين تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله مرتكب الفواحش، وبعدين والربا. الربا تمام. طيب تحدثنا منذ قليل عن كان احدهم لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس، هذا ايضا من ضمن موجبات عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. النميمه انظر في نقطه خطيره، ده ما كان لا كان كان لا يستبرئ من بوله، كان لا ينظم محل البول جيدا في اثناء الاستنجاء قبل الوضوء، فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مقدمات الصلاة لسه، مش من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، صحيح، طهارة الثوب، طهارة المكان، صح. طب ومجرد طهارة البدن عدم طهارة البدن فقط، فما بالك بمن لا يصلي؟ مصيبة، مأساة، لا دي مصيبة كبيرة، مأساة. سبحان الله. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاغته صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، سبحان الله. وبعدين والعياذ بالله رب المتثاقل عن الصلاة، نعم، التي تثاقل الصلاة رأسه عن الصلاة المكتوبة، ثم مانعوا الزكاة، يقول لك يا فلان انت عليك زكاة 1000، يقول لك كفايه 500، عليك زكاة 200، يقول لك كفايه 50، مانعوا الزكاة، لا يخرجها لا يخرجها كما هي، ده عذابه في القبر وفي الآخر أيضا. نعم. سبحان الله تعالى. ثم خطباء الفتنة، بمعنى الناس اللي يعملوا شوشرة في البلاد، واحد صحفي يثير أزمة في دولة، سبحان الله، يخوض في جماعة من جماعات المسلمين، سبحان الله، يخلي الناس سبحان الله تعمل مشكله في اي شخص يثير الفتنه، يثير اي الفتنة. كان. اي فتنه، الناس هادئه في حالها، سبحان الله العظيم. سبحان الفتنه الله. نائمه يعني الله من ايقظها، هذا الله من ايقظها، هدى هذا الله من ايقظها، بلاش لعن الطرد من رحمه الله سبحانه، هذا الله من ايقظها. ثم اكل، اليس هذا بحديث الفتنه نائمه لعن الله؟ لا ليس حديثا، هذا في الاثر. نعم. ثم اكل اموال اليتامى، سلم يا رب. عارف يعني ياكل اموال اليتامى؟ نعم. الله يرضى عن عمر، راح حضر احتضار صحابي، فخرجت روح الصحابي، قام عمر اطفى المسرجه، قال يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثه حق في هذا الزيت، اتريدون ان تطعمون نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ الى هذه الدرجه؟ في صواوين عزاء محمد ابن في بلاد، ها؟ في سرادقات عزاء في بلاد، الراجل مات بألفات. أولا النعي في الجريدة، الصفحة في الجريدة تقريبا أظن بمائة ألف، أرقام خيرية طبعا، ولك أنت أنت رجل إعلام وعارف يعني. الأمر الأول، وبعدين يجي الجماعة اللي يسموهم المقرئين، هؤلاء كبار المقرئين، والعياذ بالله رب العالمين، هذا ما أنزل الله به من سلطان أصلا نهائي. مال كيف نعزي؟ هو لازم نعزي بشيء بشيء يذكر يعني، حتى طيب. حتى نتعلم حينما نموت نوصي. أولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معين للعزاء أصلا، ده أساسا يعني. من أين جاءت هذه البدع؟ لا لا سبحان المسلمون والعياذ بالله، أصحاب البدع هم كلاب أهل جهنم، أصحاب البدع هم كلاب أهل جهنم، هكذا روى في الحديث، سلام، تنبح على أهل النار وتخمشهم، سبحان الله. العزاء أنا مات الميت خلاص، توفى المتوفى، نعم، خلاص نرجع طبعا، إما أن نجلس في المسجد وياتي العلماء يكلمون عن الموت الدنيا والاستغفار، سبحان الله رقائق، عندما كان يموت لنا هكذا في العائله كنا هذا ما كنا نصنع، ياتي العلماء وكل عالم ياخذ 10 دقائق يبقى درس علم لكل الاتي، صحيح، لكن منظره كذابه قاعد، والثاني الرجل قاعد يقرا القران، وبعدين قاعد هو يدردش مع جاره، ولا ترفعوا اصواتهم، اولا الشيخ القارئ هذا، ويفرقون السجائر والدخان وكذا، ده ناهيك عن المصائب دي، انا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه، جاء فقرا، نعم، واخذ اجرا خلاص، نعم، اجره له بعد ما اتفق عليه، يعني اخذ اجرا خلاص، نعم، انتهى الموضوع، قضي الامر، نعم، طيب، ويبقى اخذ اجر قراءته، طيب يعني خلاص ذهب باجره، لابد ان نركز على ذهب باجره، ذهب باجره خلاص انتهى الموضوع، طيب وصلت الرسالة، وأنا كصاحب عزاء وكل شوية أقف أسلم على الداخلي، أنا لا سمعت القرآن ولا أحزنه،
ولا هم ايضا سمعوا قران؟ ولا هم سمعوا قران. سبحان الله، جاء يقرا ايتين عشان ياخذ ثمن القراءه. لا ثواب في هذا كله. ثم كل هذه المصاريف يجي الخال او العم يقول للارمله ايه ام اليتامى؟ من الورثه. من دول الجنازه 300,000. كل من حضر وشرب شايا او قهوه او ماء، سبحان الله العظيم، وجلس في هذا النور، وما ليه عمر طفأ المصاريف ليه؟ ياخذ ذنبا يا مؤمن. انا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم، واليتيم قال لي خذ روح اقعد على الكرسي. لا ياخذ هذا لي. يا ناس لازم لابد ان نعود الى الحلال. هو ليه الرحمه مش راضيه تنزل؟ عطاء ابن رباح يقول والله انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. ده كان في عصر التابعين، سبحان الله. وانتم تستبطئون المطر ما نزلش، انا بقول ليه الحجر ما نزلش؟ في عصر التابعين. ليس العجب، ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن الاعجب في من نجا كيف نجا. صح. فكل هذه موبقات العزاء، يعني اكل اموال اليتامى تبدا من لحظه من هذه اللحظة. عائلهم من هذا اللحظه، من هذه اللحظه. جميل. تمام. وبعدين تعال يا سيدي للمغتاب. المغتاب سبحان الله. ثم اتبع بها من يمزقون اعراض الناس. مهمته انه يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله يشتمون العرض، يعني يشتمون العرض والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله. وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها، اللي صحيح. هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون اذن او دون وجه حق. يعني الورقه هذه نعم، اذا اخذها من العمل دون وجه حق هذه الشملة، الورقه ليس ناخذها تخليص حق، يعني لا يعطونني حقا فأخذ أنا أكمله بطريقة الخاصة. أنت بينك وبينهم عقد، ما أعطونا وإلا فاترك المكان وولي. هاتف المصلحة، حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية. السيارة التي توصلك للعمل لا توصل بها أبنائك للمدرسة، وهكذا وهكذا. لا توصل لأبناء المدرسة طبعا. سبحان الله. طبعا. السيارات تركض تحت البيوت. شو يعني الحلال يا ابني بين، يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجاه إلى آخر هذه الأشياء. إذا قيل له للمؤسسة، إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك ولأسرتك كان بها، أما لك تأتي بك من العمل وترجعك إلى البيت. مدير المؤسسة يرى ويسكت يا مؤمن. يعني إحنا ما الله عز وجل هو الرقيب، أنا مدير مؤسسة بدأ مدير مش مؤسسة. يعني حتى تنحصر القضية، يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به، والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين، وبالتالي رئاسة الشعب، وبالتالي رئاسة إذا كذا. إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله، ابن حزم قال على الأندلسي. الأندلسي مذهب الظاهرية، وما شاء الله عليه. نعم. ما شاء الله في كثير من الأمور يقول على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل. طيب. وبدابة توصله إلى العمل إن لم تكن له دابة. جميل. ويزوجه إن لم يكن متزوجا، ويأتي له بمسكن إن لم يكن له مسكن. والله جميل هذا المذهب. طبعا إن شاء الله. هذا مذهب ابن حزم. جميل. دعنا نسير على ابن حزم. سبحان الله. نعم. طب إذا لم يقم، يعني معذرة حتى تتم الفائدة في هذه النقطة، إذا لم يقم رب العمل بتوفير هذه النقاط للذي يعمل لديه، هل يجوز له الحق ويخول نفسه في أخذ أشياء من المؤسسة عوضا عما فاته؟ أبدا. هذا نصاب حرام لص سارق مغتل يغل الشمل. نعم. الداعي للبدعة، الداعي للبدعة غير من يقذ الفتنة، الداعي للبدعة يعمل بدعة. والعياذ بالله رب العالمين. ثم آكل الرشوة. ما هي البدعة مولانا؟ البدع كل إنسان يأتي بشيء من عنده ليضيفه لهذا الدين الحنيف فقط، كل من يعني متصلة بالدين فقط. الدين فقط. البدع في العبادات وليس في العادات، يعني عادة أن تلبس بدلة كذا، أن تلبس قميص، تلبس دبة، تلبس لا يقال علينا مبتدعين الآن. لا 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 لا، من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه ستر العورة، بس باب ستر العورة، ما فيش حاجة اسمها باب اللبس. ولا كان الرسول يلبس بدلة فكان أنا مبتدع في الدين. لا لا لا، هذه لا هذه لا يطلق عليه لفظ مبتدع. لا لا لا، لا هذه عادات. هذه ان تاكل بملعقه، ان تاكل بيدك، ان تاكل على الارض، ان هذه 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 عادات وليست فيها بدع. لا 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 لا، تخضع للعصر والتطور والظروف. الله يطول. اذا البدعه في الدين، في الدين وليس في العباده وليست في العاده. بس
أن تزيد أن تنقص. وضحت الصورة؟ ولو حتى بالحسن؟ ما فيش بدعة حسن. لا. من أحدث في ديننا هذا ما ليس من؟ أيوة. فهو عليه رد. رد. ده. ما ليس منه سبب. من سنة سنة حسنة؟ لا، السنة الحسنة ده شيء آخر. ده لا، السنة الحسنة غير البدعة. ما فيش بدعة. يقول لك عمر ابتدع بدعة حسنة وجمع المسلمين في صلاة التراويح. لا، هو أعاد المسلمين إلى ما كانوا عليه أيام رسول الله. يبقى اللفظ غلط استخدامه خطأ. ما ابتدع. لا لا لا. مش حاسس يعني بقى. السنه غير البدعه. السنه شيء واحد مثلا ايه؟ سنه سنه حسنه فله اجرها إيه؟ واجر من يقول, يقول انا عايز انشر في العالم الاسلامي كتاتيب لتحفيظ القران، هذه سنه حسنه. انا عايز اختار شويه دعاء صغار كده واعلمهم عشان يقفوا على المنابر، هذه سنه وهكذا. اما اذا اتصل الامر بالدين لا 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 تكون بدعه، لا زياده ولا نقص. الدين قد تم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، خلصت المساله. صحيح، اغلق الباب. اما الاجتهاد فيما 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 يحدد للعلماء، من معه ادوات الاجتهاد فقط، بس مش كل من هب ودب. نعم بس. طيب، اكل الرشوه هدايا العمال غلول محبه، ابن محبه ابن اللتبيه. نعم. ابن اللتبيه جاء بزكاه اهل اليمن واعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم وهذا اهدي الي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، أقال أن أرسل الواحد منكم يأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، غلول تغل صاحبها في النار يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز وضع يده على أنفه وهم يقسمون عطور وطيب بيت المال، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ عمر بن الخطاب لما دخل وجد رائحة طيبة، ما هذا أم كلثوم؟ قالت نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال، وكان أم كلثوم أمين عليه يعني، وطنت نفسها للبيع للنساء. فكسرت ووزنت فتعلق شيء بأصبعي، بأصابعي، فمسحته في خماري، أخذ خمارها من على رأسها يضع في الماء، يضع في التراب، يمرغه في التراب ويضع في الماء ويعصر ويشم، لسه الرائحة موجودة، يعيد الكرة بعد أن زالت الرائحة، يا أم كلثوم تريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ يا الله، بقوانين عشان ما فيش حد اسمه ليه؟ هو لو مش جالس في هذا الكرسي ليه تجي له هذه الهدية؟ عمر بن عبد العزيز ما رفض الهدية، محبة يعني. عرفناه، أنا أتحدث بصدق يعني على رسلك، كوارد على رسلك. طيب. عرفت فلانا من هذا الموقع، أريد أن أعبر له عن هبي، تهادى وتحابه. لا، أهدي. لا. تهادى ده في البيوت، بينه وبينك في بيوتنا، مش في العمل. نذهب إليه في بيته ولا لا؟ لا ما لا, لا 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 الله لا يضحك عليه يا ابني، لا يخدع رب العباد. طب سافرت وعدت وأريد أن أهدي مدير المصلحة؟ لا 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 ما ينفع. لا ما ينفع، لا يجوز. لا لا لا، يغضب. أنا لم أتي له بهدية. ابني عمله بتاع عيد خيب كده اسمه عيد الأم. أنت ضد عيد الأم؟ ده يا ابني عيد النيروز، ده العيد اللي بيجلس فيه عبد البهاء على العرش. المهم ما علينا، احنا لا. مش وقته. لا. المدرسات والمدرسين يا الاولاد ياخذوا لهم هدايا في يوم العيد ده. المدرسات ياخذوا لهم هدايا. تمام. هذه رشوه وتفرض على الطلبه. هذه رشوه. هذه رشوه. هذه رشوه. بس طب كيف تصير هديه؟ هديه بين الناس وبعضها. انا ازور خالي، ازور عمي، ازور صديقي، ازور جاري، ادخل عليه بهديه ويدخل عليه بهديه، هذه هديه. لكن عمر ما تدخل هديه وفق اطار انه يعمل في المكان الفلاني. يعني اذا اعطيتني فضيلتكم الان هديه تكون رشوه؟ لا مش رشوه ليا، ما فيش بيننا عمل يا ابن الحلال. لا لا، ايوه هذا ما قصدته. اذا هنالك عمل، بس طالما ان في بيننا وبين بعض عمل ما ينفع. ما الفرق بين الهديه والرشوه؟ الهدية أن أعطي جاري، أن أذهب أبارك لعروس ابنة أخي، ابنة جاري، بدون مصلحة. بدون مصلحة. طب والرشوة؟ الرشوة أن لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني هو أهدي لأنه يجلس في هذا المكان. عمر بن عبد العزيز لما رفض، تتدخل لتحديد مصلحة محددة. لما رفض عمر بن عبد العزيز الهدية قال مهديها، قبلها رسول الله أمير المؤمنين. يعني كل شيء حرام حرام حرام، فإيه؟ قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. واحد هيدي الرسول هدية يقول له خلاص صلاة الظهر بدل ما هي 4 ركعات خليها ركعة واحدة، مش ممكن، مستحيل.
المقوقس أرسل هدية ثياب وماريا ده هدية بين ملك ونبي، دي مسألة أخرى، مسألة والرسول قبل الهدية ورجع حتى الطبيب. ده المقوقس الرسول هيقول له إيه؟ ما الرسول يقبل الهدية، الرسول يقبل الهدية لأنه لن يتنازع عن شيء من دين الله. أما أنت تعطيني هدية وأنا رئيسك في العمل أو أنا الموظف الفلان اللي إذا قبلت الهدية ولم أسهل لك العمل، لا لا أقبل غلول أيضا أيضا نعم. يا الله نعم. ثم الموضوع صعب إذن في العمل، لابد أن ننأى بأنفسنا عن هذا مطلقا، القول الفصل تمام صح، لا نقبل أحد، وبالتالي نقول للمسؤولين يعني لا تغضبوا إذا لم يأتي إليكم أحد بهدية، أحد المسؤولين. طب والمسؤول الذي يأخذ الهدية ما هذا أكل الرشوة طب الذي يعطيها هذا ما الراشي. ما حكمه الراشي 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 والمرتشي والرائش اللي هو الساق اللي راح وصلها مسكين هذا الله يقول خد وصل دي اعطي دي لمحمد خالد هو راح في داهيه وكمان وما خدش شيء. طب لا المفروض لا يوصلها، لا طبعا يفصل يفصل يا سيدي. طب فضلتك تحب اعاده صياغه المجتمع من جديد على منهج الكتاب والسنه، وانا بألف من عندي وانا كاتب مسرحيه لا ولكن حنانيك لا ما فيش حنانيك. الامه اذا ارادت ان ترد الى الاسلام ردا جميلا حسنا فلتعد الى منابعها الاولى، لن نصلح الا اذا عدنا الى منابعنا الاولى ابدا، قول فصل. ثم الخائن يخون الامانه نعم، تعطيه سر يخون، تعطيه امانه يخونها والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، يعني لو ممحاه لو قلم رصاص أي دبوس إبرة يخون، ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير، سواء كانت أشياء حسية أم أشياء معنوية. من خان أسرار أشياء من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح بس لا صحيح صحيح. ثم المخادع الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه بس الذي يخدعك في اهلك ومالك، انا اتي لك بنصوص بس يعني بعض عناوين نعم. الذي المخادع الذي يعني يخادعك في اهلك ومالك، تقول له يا فلان يعني انصح ابن نصيحه يضره، يا فلان خلي بالك من كذا والعياذ بالله يخون يخادع يخادع يخادعك في المال يضحك عليك يقول لك هات بس المال وانا استثمره لك. القران قال يخادعون الله والذين وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقولون غير الحقيقة تمام، ويدعوا أنه مسلمين ويدعوا أنه مؤمنين وبعدين يروحوا ينقلوا الأسرار ويقولوا كده ويخرجوا في جهار اليهود، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله رب العالمين. ثم الماكر المكار سبحان الله، يعني قال علي أنا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، أنا مش مكار بس المكار ما يستطيع يضحك علي. الماكر المسلم مش المسلم لا يعرف المكر دوتش واحد ابدا. المكر ما هو المكر؟ اللف والدوران سبحان الله. طب القران استخدم قال ويمكرون ويمكر الله. نعم نعم، مكر العبد لف ودوران ومكر الله احاطه وشمول والله خير الماكرين. يا سلام يا سلام. نعم. اكل الربا سليم طبعا تكلمنا عنه من قبل. نعم. مؤذي المسلمين، واحد يؤذي المسلمين يطلع كده يقول رأي مش تمام، ها يحزن المسلمين، يخوض في 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 الصحابة رضوان الله عليهم، هذا والعياذ بالله والعياذ بالله مؤذي المسلمين. اسمه هكذا مؤذي المسلمين الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذي المسلمين. لا حول ولا قوة. واحد ماشي على جسر بلاقي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك، فعمل مجهود إلى أن مزدق ثيابه لغاية ما قطع الغصن، قال ارفعوا الشر من طريق الاذى وعن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له عبدي يعني رفعت الشر والاذى من طريق قطعت الشر والاذى عن طريق المسلمين، وانا اقطع عنك عليك الطريق الى النار وافتح لك طريقا الى الجنه. يا سلام. لا يستهين الانسان بعمل الخير ابدا. صحيح. نعم. والايمان بضع وسبعون شعبه. نعم. علىها لا اله الا الله وانها اماطه الاذى. بالضبط. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامه، يستحسر السياره ويرمي قشره موز وربما تسبب في كسر الانسان يتعلق في رقبته يوم القيامه. يقول انت كسرت رجلي.
لا تدخل تحت انا حر، هذا طبيعتي، هذه شخصيتي، اللي انا ماشي بسرعه بالسياره ويجي فجاه ويعمل صوت النفير بهذا من لو فزع ووقع على الارض فكسر، لازم يضمن. لا اله الا لازم يضمن. لا اله الا سبحان الله. نعم، في قوانين الغرب للاسف، قوانين الغرب اذا انت عملت ماء سرت بسياره سريعه بالسياره وطرأت المياه التي تحت على الارض على ثيابك انت، وجب على راكب السياره ان ينظف الثياب اللي من طر عليه. يبقى خدوا قانوننا واحنا نايمين. سبحان الله. نعم. طيب، المتتبع عورات المسلمين. سلم يا رب. واحد من الصحابه راح دفن اخته. نعم. وبعد ما دفنها رجع اكتشف انه وقع منه كيس النقود. فرجع حفر قبر. كل ما يحفر قبر يجد سخونه في التراب، القبر سخونه الى ان اخذ الكيس التهبت يده. فخاف. نعم. رجع لامه، ماذا كانت تصنع اختي؟ قالت له كانت صوامه قوامه مطيعه لزوجها ولكن متصدقه. نعم. ولكنها كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها تتسمع اخبارها. اللي هو ايه؟ جارك. اللي هو ايه؟ كان مين عندكم بالامس؟ مين اللي دخل؟ مين خرج من عندكم الساعه 10 بالليل؟ الساعه 1 بالضبط انتوا فتحتوا الباب واغلقتوه، كان في ايه؟ ده ان شاء الله برضو من عذاب القبر، لان ما يسيبكش على راحتك. يسالك انت فين؟ تقول له في مشوار. يعني ايه؟ فين بالضبط؟ عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع، يعني عايز يرصدك زي طائرات التجسس. متتبع ولا تدخل تحت معرفة أخبار الجار ومشاركة أفراحه وأطراحه. لا مش بهذا الشكل، مش بهذا الشكل. نعم. ثم المعين على الإثم والعدوان. ربنا يقول إيه؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام. معصية الرسول. تمام. لا أعين إنسان أن يعتدي، يقول إيه؟ إراك أن عايزين نودي فلان في داهية، تيجي بتروح معايا المحكمة. كلمتين بصد بس. سبحان الله. سبعة من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر، قام عليهم الحد. قال أمير المؤمنين تقتل سبعة في واحد؟ قال والله لو اجتمع أهل اليمن كلهم عليه لقتلته. القانون الوضعي يقول لك لا، ده اللي قتل، لكن ده اللي شجع، وده اللي حرض، وده ياخد سنتين، وده ياخد ثلاثة. شوف، طالما احنا بعيد عن منهج الله فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. العقوبة واحدة. والقرآن يا الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم الملحد في الحرم وما يرد فيه بإلحاد بظلم يا ساتر نذقه من عذاب. عارف إلحاد في الحرم يعني إيه؟ يبدأ من إيه؟ نعم. قال لك لو جت حمامة على كتفك وأنت في الحرم فهشتها كذا فقد ألحدت في الحرم. يا الله. ليه؟ لأن ومن دخله كان آمنا. فأين الأمن؟ انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات. ومن دخله من على العموم والاطلاق. من بني ادم غير ليس المقصود الانسان فقط، لكن لما ترى الناس في ايه تتزاحم وهكذا الناس تموت. اولاد بالله. ثم المقدم رايه على السنه المطهره او على كتاب الله من قبل، يعني يقول لك لا ولكني ارى غير ذلك على كلام الله عز وجل او على كلام الرسول المتألي على الله. لا هذا كلام لا يعجبني. او هذا كلام ليس منطقيا. لا كلمني بما افعل. لا هذا كلام مش تمام. اقول لا الايه مش كده. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني قال الله ولا انا مش مقتنع. لا حول. يقدم راه. وذلك من ضمن الخوف من المخلوق اكثر من الخوف من الخالق. وتخشى الناس والله حق أن تخشى. طبعا. هذا أرضه أيضا من ضمن الموجبات. نعم. الخوف من المخلوق أكثر من الخالق. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم النائحة والمستمعة إليها. هذا مجاملة في الميت. معلش بس لما تعرف نتيجة المجاملة إيه هتسكت. صحيح. من ناحت على ميت ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها تقول الملائكة لها ادخلي إلى النار فنوحي على أهلها كما كنتم تنوحين. أنت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لط، صح؟ ادخلي النار، ادخلي بقى نوحي براحتك بقى. وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن أخذت حربة تحارب بها رب العباد أو كمن هدمت الكعبة بيديها. حديث صحيح. أيوة نعم بلى. هدمت الكعبة. أيوة
تنوح ايه موضوع مش نص الحديث في البخاري ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود صحيح ودعا بدعوة الجهل يعني ايه ليس منا ليس من جماعة المسلمين لا خلاص كأنه يقولك ايه لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا كلام اللسان ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المرأة يعني وابعلاه وجملاه بيتصوت كده اللي كنت واللي كنت يا سبع يا جمال سبحان الله تقول الملائكه لكزت الملائكه ما هو ما أوص ما لم يوصي ان ما حد يصوت عليه ما حد ينوح عليه حتى يبرئ ذمته فان لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح وان برئ خلاص هو بريء لا يسال بيخضبها وان لم يبرئ يسال بماذا يلكزه ملك ويقول ان كنت سبعها وجملها فلما اذا مت وتركتها لما انت السابع والجمل يعني ما بتموت ليه ما انت كنت سبحان الله الله لا اله الا الله مساله يا اخوانا لابد من فهم الدين واعاده صياغه يعني هناك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاه ربما يخرج الانسان من شعوره الصبر عند الصدمه الاولى الصبر وهذا هو الصبر سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل لا أصل هنالك خطوات أصل الوقاية خير من العلاج هو عنده إيمان صحيح. عنده يقين يحضر مجالس العلم يسمع مثل هذا البرنامج يعرف الحقائق ينصت لكن الثاني إيه ده الكلام العجيب ده الناس طلعت القمر وانتوا لسه تكلموا يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول لا لا لا. وتقول لا لا. إنها متعبة لا لا إنها لا 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 لا. حتى لا تتعب نفسيا عياذ بالله رب العالمين عياذ بالله كلام فارغ عياذ بالله رب العالمين وذلك أين كنت يا فاطمة أين كنت يا عائشة كنا في عزاء بني فلان قال أذهبتما معهم إلى الكدى المقابر يعني قلنا كيف يا رسول الله نذهب وأنت قد منعت يقول لو ذهبتما معهما إلى الكدى ما شممتما رائحة الجنة المقابر هذا فيه وقفة نكملها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى بارك الله فيك شكرا لك نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل الحوار مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا